عليكم كنتمنى تكونوا بخير ورمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه يا رب. اليوم البنات جيت بغيت نتقاسم معكم طريقتي في تحضير الملاوي ولا المسمن. انا غادي نديرو على طريقتي، نمشيو على بركه الله. نقول لكم مقادير اشنو كاين فيهم. غادي نحتاج لواحد 500 غرام ديال الدقيق الابيض، 300 غرام ديال الدقيق الفينو ولا سومولينا، عندي واحد جوج معالقات ديال الحليب بودر، ومعلقه كبيره ديال السنيده، سكر سنيدة، والملح حسب الذوق، وماء دافئ للجمح. الكميه اللي عندنا من الدقيق الابيض غادي نزيدو على ديك الكميه ديال الدقيق الفينو ولا السوميلينا، غادي ناخذ داك حليب بودر اللي عندنا، ناخذ السنيده، الملحة حسب الذوق، نبدأ نجمع في داك الخليط. تعجنات لينا العجينه كناخذها كنبدا نكور فيها على هذا الشكل هذا بالزيت، وكنحطو مرتاحو. كنستمر حتى كنكمل هاد الكويرات كاملين اللي عندنا. البنات لهاد الملوي غادي نحتاج قطعة ديال البيتزا، غادي ناخذ واحد سومولينا ولا الفينو، وغادي نزيد فيه خماره ديال الحلوه ولا بيكين باودر، باش غادي نرشهم الوسط. كنحاول نخلطو بشويه، وغادي نحتاجو الزبده وزيت التوريق. ولا غادي ناخذ البنات واحد الكويره، غادي ندهنوا سطح العمل بالزيت بهذه الطريقه هذه، وغادي نبقاو كنبسطوا في هذه الكويره ديالنا حتى تتبسط لينا كامله. والمهم فيه البنات خاصو يرتاح من بعد ما كتعجنوا، وخليه واحد الساعه ولا قد ما ارتاح المسمن قد مزيان كتعطيك الطوع على العجينه، كتطوع على يدك انت كتخدمي فيها وهي معاونات مساعدات. انا هذه هي الطريقه المعتمده عندي، غادي نشاركها معكم اليوم. وكناخذوا الزبده كنرشوا الزبده على هذه الطريقه هذه، ناخذ الدقيق اللي عندي، كنرش هذيك العجينه ديالي كلها كنرشها بالدقيق، من بعد كنجيب كنتني وحده على وحده هكذا بهذه الطريقه هذه. انا بغيت يجينا على شكل تملوي، ما بغيتش نديرو على شكل ترزيزه، كون بغيت نديرو على شكل ترزيزه غادي ان شاء الله شي نهار غادي نتشارك معكم حتى هي الرزيزه بنفس القطعه ديال البيتزا. وكنبدا غير هنا غير في الجوانب، ما كنجيش حتى لهنا، غير حدي حد هنا ما كنقطعش هنا، انا كنقطع غير الوسط هكذا على الطريقه هذه. كنستمر
نبدا من بعد كنبدا نجمع في هذوك كنجمعوهم على هذا الشكل هذا. كنبدا نلوي فيهم على هذه الطريقه هذه. فوالا كنحطو مرتاحو عاد باش غادي. فوالا كناخد معاكم واحد الكويره اخرى نحاول نبسطها. هكذا كنرشها بالزبده كنرشها بالدقيق اللي درت معاه شويه ديال الخمارة ديال الحلوى غير باش كيجي شويه مفشفش من الداخل ومورق كما كنقولوا. كناخذ هكذا كنثني هذا الجنب على هذا الجنب باش ما ياخذش ليا وقت في الخدمه. كنبدا بالقطاعه ديال البيتزا كندير على شكل شرائط هكذا. من بعد كنحاول نجمعهم غير بالاطراف ديال الاصابع هكا وكنبدا نلوي فيهم. طريقه سهله سهله بزاف. انا كنفضل نحطهم على هذه الطريقه هذه على ما كيرتاحوا كنخلي منا على هذه الطريقه هذه على ما كيرتاحوا عاد باش من بعد كنحاول كنجمعهم هكذا. ولا البنات هو هذا. من بعد ما بسطتو هكا كنخليه كيرتاح عاد من بعد حتى كيرتاح ليا واحد 15 دقيقه عاد باش كنبدا نطيب فيه. ولا البنات انا في هذا الاثناء انا حطيت هاد البلانشا اللي ديجا وتشاركت معكم في المشتريات ديالي غادي نجربها قدامكم كيفاش كطيب. وهنا درت راه كتسخن درت على الماكسيموم على 5 6 راهي كتسخن على ما تسخن ليها هاد البلاصه هذه تعود حمراء. غادي نبدا انا والله غادي نبدا على بركة الله غادي نحط وحدة راه هي كتهز جوج حتى ثلاثة هاد لابلونش هادي. غادي نبدا نبسط هادوك المليويات ديولي وكنبدا نحط فيهم هكا على هاد الشكل هذا.
غادي نقص عليها العافيه شويه ديال ليا كلها غادي ما كنرش ما كن ما كندور ولا كنرش فيها بالزيت البيضات ديال الكبده كيتنفخوا زوينه زعما البنات هاد لا بلونش هادي والله الا روعه زوينه عجبتني الطياب ديال اول مره كنطيب فيها مستقات زوينه هاد المليويات اللي درت انا شويه كبار ماشي صغار كون كانوا صغار غادي تهز لينا بزاف تفاه بزاف ديال البليص شاركت معكم واحد المسمنات اللي درتهم مربعين ما درتش كلشي ملويين درت حتى واحدين من المربعين ثم البنات كيفاش كيجيو يجيو زوينين وطيبين مزيان واشما هاد الاله راه زوينه البنات مثل بلونشي الا طحتو فيها راه زوينه وكتعاون كتعاون بزاف فعود ما طيبي وحده في المقله كطيبي جوج هنا كتعاونك حتى على الوقت بيت فيه ما كتشدش داك الوقت بزاف البنات انا مازال مكمله معكم كيفاش كيتنفخ كيجي زوين زوين منفوخ ولا البنات المسمنات ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا راهم شوفوا كي دايرين البنات ثانيه كيجي مورق من الداخل زوين هكذا من بعد البنات كاين هذا حتى هو المربع العادي حتى هو كيجي زوين شوفي البنات الى ثلاثه بغيتي غير تحطيه على كيتلوى معاكم وكلشي هذا ورا البنات كنتمنى من اللي عجبو الفيديو ديالي ولا الوصفات بالكل اللي كندير تزيد تابونا معنا ومزيد من لي لايك وتعليقات زوينين وكنقول لكم عاود ثاني كنزيد نبارك لكم رمضان والله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه وطولة العمر ان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله.